السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا اخوكم محمد احمد، وزي ما قلت لكم ان شاء الله في سلسلة فيديوهات كده عن الشغل حاليا دلوقتي في اوبر وكريم واندرايفر وديدي. بصوا يا جماعة، يعني ان شاء الله بتمنى بس منكم اهم حاجة يعني تدعمونا بقى باللايك وشير وسبسكرايب، يعني يا ريت. يعني بصوا يا جماعة، اوبر بقالها فترة خافت الموضوع البونص، تمام؟ وكان من فترة كانوا بيعملوا زي عرض ترويجي كده، اعمل مثلا 20 رحلة وكل الرحلات اللي هتجيلك هتبقى ب10%، يعني اوبر هتاخد نسبة 10% بس، والموضوع ده اتلغى بقى. يقول لك هم 5 رحلات ويبقى 20% بدل 25% او 26% النسبة اللي اوبر بتاخدها. لما بحثت لقيت ان ديدي هي كمان شالت موضوع البونص، بقت شغاله بس بالجرانتي، وحسيت ان ديدي ما استحملتش شويه زي اوبر. يعني اوبر برضو اخدت معاناه بالرغم ان كانت في ناس بتضرب البونص والكلام ده. اللي اكتشفته ان في ناس كتير بتضرب البونص في ديدي للاسف عشان ياخدوا البونص، تمام؟ وان في ناس اتقفل لها اكونتاتها وكده، فعشان كده ديدي الفتره دي وقفت البونص. اوبر على طول ما خلاص، ما هو يعتبر ان الضغط بقى وكده هو ديدي، لا وقف البونص في ديدي. على الرغم ان اوبر وكريم شركه واحده مشغلين البونص في كريم، مش عارف ليه، بس برضه لما رجعت الدنيا لقيت برضه عشان شغل كريم اقل. يعني انا كنت النهارده بفتح بشوف ارخص ايه الارخص، كان لما كان في اوبر وكريم كان كريم تبقى ارخص سنه من اوبر، وبالعروض بقى اللي كانت بتعملها جو اوفر والكلام ده. ظهر لهم ديدي ظهر لهم ايه في الاول؟ ان درايفر من العدم اللي ضرب لهم الاسعار، وكان توقعي كده عادي يعني ان اي شركه هتظهر معاها فلوس هتقش، وفعلا. فيعني انا افتكر ان حتى لما كنت شغال كريم، لما كان ابلكيشن اوبر عندي موقوف كنت بعاهم. انا كنت بقعد بالثلاث اربع ساعات في الشارع على ما يجي لي ريكويست، يعني في ايام كان ربنا بيسترها معايا، وعشان احقق البونص اللي هو كان يقولك اعمل 90 رحلة خد 1000 جنيه، كان رقم 90 رحلة. يعني انا كنت ملزم في الاسبوع اعمل لي 13-14 في اليوم 13-14 رحلة، وده كان صعب في كريم، والوقت كمان كان كريم ما فيهاش وجهة مش عارف اروح. كنت انام لي ساعتين تلاتة، كنت انام لي كام ساعة كده في العربية واقوم اكمل كونتينوس عادي شغال. انا عايز فلوس عشان اسدد العربية، عايز فلوس عشان اعمل عربية صيانتها، بلاش صيانتها يا عم، اغير لها زيت والحاجات الاساسية، احط بنزين، يعني اكل واشرب. فالواحد كان في معاناة الحمد لله. يعني فنصيحتي لاي حد، اي حد بلاش، اولا يعني هتخد لو انت دخلت موضوع اوبر وكريم بلاش عربية جديدة. قدرت يبقى يعني عندك وظيفة جنب اوبر متبقاش هي حاجتك الاساسية، يستحسن. لا قدر الله انت يعني اولا انت في ايد العميل، اعمل اي لقطة معاه شكوى يوقف لك حسابك. لا قدر الله حصل اي حاجة، لا انت مأمن نفسك، معاك وظيفة، معاك شغلانة تانية، معاك 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 اي حاجة، تمام الكلام؟ يعني انا افتكر زي ما قلت لكم قبل كده ان انا كنت في كريم، انا كنت بعاني حرفيا، كنت بعاني مع كريم، ووصلت لدرجه ان انا للاسف كنت ضربت كام رحله، كان فاضل لي حوالي 3 4 رحلات عشان البونص، والبونص كان هيطير مني، وانا ما حرفيا بقالي اسبوع مفحوت. ما يعني كنت ممكن اقعد 3 ايام شغال متواصل في الشارع، انام لي بس كام ساعه كده في العربيه وخلاص، تمام، ولاقي الدنيا عشان اجمع 90 رحلة. فيا جماعة بصراحة يعني انا عانيت في كل ده. فاوبر بقى رايحة دماغها ولا بونص ولا اي حاجة. يعني هي لما كانت عملت البونص كانت بتعمله ب400 جنيه، ويقول لك اعمل ما يقرب من 50-60 رحلة عشان تحقق ال 300 ولا 400 جنيه. فلما ديدي شالت البونص الموضوع انتهى خلاص مع اوبر. لا نأمل بقى ان شاء الله يعني ديدي ترجع البونص تاني عشان نقدر نجمع فلوس تاني. يعني انا كنت باخد البونص ده عشان ادفع اكمل بس عليه وادفع بالقسط، والله اكمل عليه وادفع القسط.
فللاسف بقى الدنيا كده خلاص كده صباح الفل. ونصيحتي لاي حد معاه عربيه، اعمل غاز. لو انت لسه ما عملتش غاز، اعمل غاز عشان على الاقل يشيل معاك شويه. انا في البنزين بعاني والله، وخلاص اقدمت خدت خطوات ان انا ان شاء الله باذن الله هروح اعمل غاز، واعمل لكم ان شاء الله حلقات على موضوع الغاز ده. بس نصيحتي لاي حد، اي حد يعني، خلي بالك من موضوع اوبر وكريم وديد واندرايف، ما تنزلش على الموضوع وتجيب عربية جديدة. اعمل حسابك ان ده طبعا الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اللي يقول لك اصل ما فيش، واللي يقول لك اصل الناس كترت، قول له يا باشا يعني الناس كترت والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الناس كلها. بس انا هنا بقدم النصايح للناس. إيه عايز تنزل؟ ما مش بقول لك ما تنزلش في اوبر وكريم، ما قلتش كده. انا بشرح لك الحاجات والمعاناة اللي انا مريت بيها عشان ما تقعش انت نفسك فيها وتعمل حسابك. يعني حتى مثلا قلت في كام فيديو قبل كده طريقة الشغل ايه هي في اوبر وكريم، تنزل الساعة كام وتريح الساعة كام، الفرق مثلا ما بين الشغل في الشتاء والشغل في الصيف، مواعيد الشغل في الشتاء وفي الصيف، مواعيد الشغل في رمضان، مواعيد الشغل في الاعياد امتى. بقول للناس خلي بالكم من الحاجات دي كلها. لو انت شغال شغلانه تانية تصحى امتى مثلا؟ يعني انا مثلا كنت شغال في شركه، كان معادي في الشركه 9، كنت بقى في العربيه 6 الصبح، انا مدور عربيتي وفاتح الابلكيشن ومحدد وجهه على الشركه ان شاء الله يجي لي اي مشوار في طريق. كذلك نفس النظام، اول ما بنزل من الشركه انا كنت بخلص شغلي الساعه 6، اللي هو كان قبل اذان المغرب بحاجه بسيطه، او كان المغرب كان بيأذن عليا. اطلع من الشركه اصلي المغرب، افتح الابلكيشن اللي هو كان مثلا كنت اقعد اقول ان شاء الله يجي لي رحله بين المغرب والعشاء، كان ربنا بيكرمني يجي لي اي رحله قبل صلاه العشاء، ومقفل الابلكيشن، اقفل البرنامج، اخش اصلي العشاء، اطلع من صلاه العشاء احدد وجهه على البيت. اي مشوار بقى يجي بحسبها ان انا هروح مكان الشغل وارجع من الشغل على الاقل ما ادفعش بنزين، الم بنزينها زيتها الكلام ده. لو ربنا اكرمني بقى برضه في يوم الاجازه انزل برضه عشان اجمع فلوس الاسط، تمام. ولعنه طبعا العربيات الاسط، لعنه محبش ان الناس تخش فيها تاني، محبش الناس تتعب او تعاني نفس معاناتي تاني، لان البنك مش هيرحمك، لا البنك هيرحمك ولا المرور هيرحمك ولا شركة التأمين هترحمك، كله هياخد حقه منك تالت ومتلت. تمام الكلام يا جماعة؟ خلي بالكم بالله عليكم من الحاجات دي، خلي بالكم. واتمنى ان اي حد يشوف الفيديو يعني ياخد فكرة عن الفيديو ويشرح يا عم الفكرة دي لأي حد زميلك ناوي يخش موضوع اوبر ويجيب عربية جديدة. هي كارثة في موضوع العربية الجديدة والتعامل بقى مع البنوك والبنك والكلام ده كله والشركات التانية. انا دي نصيحتي للناس يعني، واتمنى يعني تبلغوها لبعض. واي حد عنده مشكلة انا يعني تحت امره، اي حد محتاج يسأل في اي حاجة، في اي حاجة من الشركات دي كأوبر كريم ديدي اندرايفر برضو انا تحت امره يعني. وفي اخر فيديو ربنا يسترها علينا وعليكم، ربنا يسد ما علينا وعليكم، ربنا يرزقنا جميعا ان شاء الله. واتمنى دعمكم يعني بلايك شير سبسكرايب، واشوفكم على اخر ان شاء الله في فيديوهات الجايه بقى ان شاء الله. احاول افهمكم، انا معايا عربيه جيلي ايميجرانت، هقول لكم الحاجات اللي كنت بعملها في العربيات، في العربيه الجيلي والصيانه والكلام ده، هصور لكم ان شاء الله العربيه ويعني هفند لكم الحاجات اللي كنت بعملها في الصيانات والكلام ده. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.